حمد الله مخلوقا قال سأخلق مخلوقا محمودا، ثم حمده عند خلقه روحا فردت الروح على حامدها بحمد فتحامدا، ثم حمد الروح مع البدن فكان كائنا، خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك، لست بربكم قلنا بنا. عيسى كان في المادي وقال آتاني الكتاب واجعلني نبيا، الأمور سابقة وليست واحدة. ثم بعد ذلك عندما كان في مقام الاستواء الفردان الروحاني كان يسمى أحمد، لأن الله الأحد وهذه الهمزة تعني الاستواء، استوى أي تجلى، والحاء تعني الاحتواء، أحاط بكل شيء عددا، أحاط بكل شيء علما، والدال تعني الديمومة، سبحان الدائم الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فجاء بميم ماء الحياة، بميم من أقرض الله، من يقرض الله قرضا حسنا، بميم من عنده علم الكتاب، فأودعها بين ألف استوائه وحاء احتوائه ودال ديمومته فكانت أحمدا. فلما بشر به عيسى بشر باسمه القديم أحمد، ولما جاء الدنيا تكلم الله عن اسمه الجديد محمد. فلما اقترب الزمان ودنا الأوان وانتقل جسمه من صلب إلى صلب طاهر، ما زلت أتقلب بين الأصلاب المطهر والأحم المطهر، انثنت همزة الاستواء في ميم ميلاده في صدفة أمه العظيمة، فكانت الميم الأولى مضمومة، ثم جاءت الحاء تحتوي الأنوار والأسرار وتحمل الأدنى الأعلى إلى أدنى، ثم جاءت الميم الثانية ميمان، مولد مبعث مصر معراج مكة مدينة ميلاد ممات، أليس كذلك؟ فضمت معا لشدة الضمة التي ضمها له جبرائيل الثلاثة جمالا وجلالا وكمالا، وعلى الميم شدة والشدة شدة، وفوق الشدة فتحة والفتحة فتح مبين، والدال الأخيرة ترفع الأدنى إلى أعلى. هذا من علوم نحن آل البيت لا تجدونه في كتاب، علم توارثناه صدرا إلى صدر. ما زالت أكواب الخمرة الربانية تسقى في قلوبنا معانيها، وما زالت دوالها ودواليها تؤتينا مبانيها، وما زلنا نبنيها ونبين السر الذي فيها بأمر الله الذي يبديها لنا وعن غيرنا يخفيها. هذا فضل آل البيت.